هب أنك يا ابن آدم تمتعت طيلة حياتك بالدنيا وما فيها، تزوجت أجمل امرأة على وجه الأرض، وسكنت أحسن المساكن التي تريدها، وركبت أحسن الدواب، وأكلت كل ما تشاء، كل ما تستلذه وتستطيبه جاءك وأكلته، تأكل كل ما تريد، تشرب كل ما تريد، تلبس أحسن الثياب، تتزوج أجمل الفتيات، تسكن أحسن المساكن، تسكن تركب أحسن الدواب، كل أمرك نافذ في الناس، أمرك تقول فيتطاع، تشفع فتقبل شفاعاتك، متعت بكل صور المتاع. أفرأيت إن متعناهم سنين، متعت الحقبة الزمنية التي قدر الله لك أن تعيشها، ثم جاءهم ما كان يعدون، ثم جاءك الموت. هل انتفعت بشيء؟ هل انتفعت بشيء؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما أغنى عنهم كل المتاع الذي أنت تمتعت به زال عنك، وفارقك عند دخول القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. كل المتاع الذي متعت به والمال الذي جمعت كله يتخلى عنك، العمل هو الذي يصاحبه. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء قد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فيا عباد الله، إذا قرأتم الآيات تدبروها، تدبروا ما فيها من الخير، كل كتاب الله مبارك. لقد قال تعالى في شأن عباد الرحمن: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، إنما يقفون يتأملون ويتدبرون، ينظرون ماذا يريد الله منهم، ما الذي يريد الله أن يخبرهم به، ما الرسالة الموجهة إليهم، ما الموعظة. رزقنا الله وإياكم تدبر آيات هذا الكتاب العزيز والعمل بها والدعوة إليها، وشفع الله فينا وفيكم القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.